ريكوردينج. كان لازم ادخل على يوزر الجامعه، الامور ملخمه صارت. على كل حال عادي دكتور. اوكي، خلينا نعمل شيرينج للسكرين مره اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. شير. اوكي، وصلتكم الشاشه تاعتي؟ وصلت دكتور، رام بينه. تمام. تمام تمام، الله يعطيك العافيه. طيب نرجع. بالله يا دكتور، اخر شيء، من هو هذا اللي معي؟ عبد الله غزاوي يا دكتور. عبد الله غزاوي، يا زلمة والله نسيت كلياتكم، ابصر معه. يلا على كل حال مش مشكله. الملايين دكتور. ها يا زلمة، اللي بهوشه على الخبز يطفي الهوشه، يشوف مكان. سكروا المايك يا اخوان. اللي قاعد بحضر وهو عند سياره الخبز يروح عنها. اعمل ميوت للكل. 112. اي لا. طيب. طيب يا شباب، اخر شيء اخذناه كان حول التايب. احنا يعني التايب بالنسبه لاي حاجه غير محصوره بين حاصرتين علويات بعطينا التايب تاعها. التايب للاس ار شو اعطاني؟ اعطاني انتجر. الكلاس لهاي اعطاني فلوت. الكلاس لهاي كلها سترينج، لكل حرف فيها جزأناها سترينج. الان انا كان الهدف اني امر على السترينج واحد واحد، على الكاركترز تاعت السترينج واحد واحد، واطبع الكاركتر واطبع نوعه. بدي كمان اعمل بالجدول شغله اخرى يا شباب. خلينا الان من شغله التايب انتهينا منها، يعني خلاص لهاي فقط حتى تعرف انه الامر تايب هو بعطيك اياه. لكن اذا بدك تحول الان، بدك تعرف انه هذا الرقم، هذا رقم ولا مش رقم عشان تحوله. ما بصير تحول string الى integer الا اذا كان هو integer او هو float. طيب خلينا نشوف اشي ثاني او اشي اخر. بدي اضيف هون على الجدول function انتو بجوز بتعرفوه، بس بدي اذكر فيه. للاسكي كود اخذناه سلاش تي، وحط هنا الاسكي كود. شو يعني الاسكي كود؟ اللي ما يقابل بالرقم، المقابل له بالرقم. تمام، وهاي سلاش تي، وبدي احط هون كمان على قد هذول، وهون بدي اقول له كمان اعمل لي سلاش تي. تمام، ابعد تاب. طيب شو الفانكشن اللي احنا تعلمناه اللي بيعطينا الاسكي كود؟ ايوه. مين انا حاب انه مين معي؟ مين اللي بيجاوب؟ انا اسامه العزام. أسامة سليمان. أسامة، طب احنا بدنا نفتح فرصة بس يا أسامة للناس اللي مش متابعة معنا، بس عشان نتابع. يعني اللي أعطيتكم إيانا المرة الماضية اللي هو الأورد. الأورد شو بيساوي؟ الأورد أوف سي اتش. يعني هنا أنا طبعت الكاركتر وطبعت نوعه وطبعت إيش؟ الأوردينال إله. تمام؟ خلينا نشوف الجدول كيف بده يطلع. هاي رن. لاحظوا طبعا الرقم واحد نوعه string، الاوردينال له الاوردينال بجدول الاسكي قديش؟ 49. الرقم 2 50. الرقم 3 51. الاي سمول 97. بعد شوي كمان باحمد ردت تكررت الاي، شو اعطاني؟ نفس الرقم 97. تمام، اذا اشاره البيرسنت قديش رقمها بجدول الاسكي؟ 37. وقلنا بجدول الاسكي كل رمز له ايش؟ له رقم خاص فيه. هذه الارقام لو رحت على اي جهاز كمبيوتر بالدنيا راح تظلها ثابته. هاي موجوده في جدول الاسكي. وصلت الصوره يا شباب؟ طيب
الآن مين بيقول لي هل هناك طريقة أخرى إن نمر على عناصر السترينج عنصر عنصر؟ عاد الطريقة اللي أنا عملت، لاحظ الطريقة اللي عملتها شو هي؟ أنا خلينا نجزئ البرنامج عشان يكون واضح لكم. الشيء الأول إنه إحنا حطينا السترينج، بعدين طبعنا ترويس إلى الجدول، بعدين فتحنا دوران وقلنا سي اتش بتأخذ القيم اللي موجودة في السترينج، بتظلها تمشي عليها قيمة قيمة، وكل مرة بتأخذ السي اتش القيمة قيمة قيمة من هالسترينج هذا، مزبوط ولا لا؟ طيب مزبوط. هل هناك طريقة أخرى؟ مين بده يجاوب؟ بس يقول لي أنا بدي أجاوب قبل ما أنا دكتور. مين معي؟ رمزي. رمزي الصريحي؟ رمزي رمان. أيوة. داخل من جالكسي، جالكسي A70. جالكسي A70، خلص فهمت عليك. طب تفضل يا رمزي. دكتور بالعكس، بتصير مثلا بتعطيك الأرقام. رمزي السؤال اني بدي مر على عناصر السترينج، عناصر السترينج بطريقه اخرى، يعني بدي مر عليهم كاركتر كاركتر، رمز رمز، غير الطريقه هاي، غير الدوران هذا. الدوران هذا قلت له فور سي اتش ان سامبل سترينج، هاي جايزي لان هاي شو بتعني؟ في طالما انه السي اتش موجود في عندي، ضلك امشي عليهم واحد واحد. الان هل هناك طريقه اخرى؟ يعني نقدر نستعمل الوايل. صحيح. اوكي. كيف؟ دكتور نقدر نستخدم الوايل من خلال العداد او ماشي، العداد بده يمشي يصل لوين بالنهاية؟ انه بكل مع كل عد يطبع لي شيء. ماشي، بده حتى يصل لنهاية السترينج. طب كيف بدي اعرف نهاية السترينج؟ طريق اللينك دكتور. ايوه اسيل اللي جاوبت. دكتور انا حكت كلمه ممتازه عن طريق ايش؟ اللين. اللين يعني هون لو جينا قلنا كاونتر ايكوال لين، لين لمين؟ للسامبل سامبل سترينج اس تي ار. ماشي، يعني هيك بالحاله شو حصلنا؟ حصلنا على اللينك للسترينج، مزبوط ولا لا يا شباب؟ طيب ما دام حصلنا على طول السترينج، طول السترينج، اذا بقدر انا اعمل فور اي، ها فور اي ان رينج، مزبوط ولا لا؟ الرينج من وين راح يروح؟ من صفر الى لين كاونتر. كاونتر لين كاونتر كاونتر. ال ما هو اللين بعطيني طوله، طوله بالكامل، يعني كم من رمز فيه. تمام، معناه لما اقول من صفر لكاونتر معناه فعليا كانه اخذ الطول بالكامل، ما في داعي احط كاونتر بلس 1. مزبوط ولا لا؟ مزبوط دكتور. يعني لو في خمس رموز اعطاك خمس رموز، بعطيك الكاونتر قديش بكون قيمته؟ خمسة. لكن على طول الشريط طوله بالكامل خمسة، لكن مرقمات من صفر لوين؟ لأربعة. مزبوط؟ مزبوط. تصيروا لك كاونتر بزيادة مقدارها واحد، أو بدون ما تحط الزيادة، الديفولت قديش؟ واحد. مزبوط؟ واحد. هاي وعملنا نفس الجملة هاي، كررناها هاي كوبي. تمام؟ بس بالحالة هاي بدل ما أحط سي أت، شو لازم أحط؟ اي كاونت. اي دكتور. اي دكتور. اي 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 ولا اخ اي فور اي ان لين سامبل تيست اوف اي، صح؟ طب الاي صحيح مزبوط. مش اي 100%. اي بتاخذ قيم 0 1 2 3 لغايه الكاونتر ماينس 1، لكن حتى احصل على الكاركتر نفسه اللي هو سامبل اوف اي هون بالحاله هاي. طبعا الطريقه الاولى اسهل، هاي بدي اعملها كومنت، الان بدي اشوف النتيجه لازم تطلع معي واحده، هاي كومنت. اوكي، يعني زي كانها مش موجوده. اوكي، الان التايب
of ايش type او اني باجي هون عشان اختصر حالي شوية شوفوا كيف الاختصار بقول له ch equal ايش ch equal ايش sample control x وهون بقول له control v وبعدين هون بحط ch تمام هيك صار صحيح تمام مظبوط لو ما حطيت هاي بصير غلط ليش اكيد لانه CHI ما هي اول شيء مش معروفه هي عباره عن قيمه اول كاركتر اللي هو سامبل اوف اي خلينا نشوف النتيجه بتطلع معنا نفس الشيء هاي ران شو المشكله عندي دكتور سامبل اس تي ار سامبل انا شو حاط هون فور سامبل اس زيرو لا كاونتر سامبل اس تي ار بي ار ار بس اخر شيء لا اس تي ار تمام هون اشوف في عندي خطا هون انفاليد سينتاكس ليش طيب فور اي ان رينج دكتور كانه بتكون هيك كما فاصلة مش نقطتين كما نعم 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 طبعا صحيح. هاي من الاشياء اللي الواحد بيخربط فيها دائما على فكره لانه اخذتها زي سلايسنج باخذ الكولن لكن هون في الرينج بدي اخذ الفاصله تمام طيب وهاي ران هاي الاخطاء متوقعه في البرنامج اذا بتلاحظوا النتيجه وحده ملاحظين النتيجه وحده تماما اذا لاحظوا هون انا قلت فور سي اتش ان سامبل تيست طبعا هاي اختصرت علي شيء كثير لكن هون حسبت طول السترينج ها طول السترينج وبعدين قلت له فور اي الرينج من صفر لطول السترينج طبعا هو باخذ طول من صفر للكاونتر ماينس 1 لانه احنا زي ما قلنا اذا كان عدد الاحرف او عدد هالكاركترز الموجوده في السترينج 5 فهو باخذ من صفر لوين لأربعة فاحنا فعلا بدنا اياه من صفر لأربعة لانه مرقمات من صفر 1 2 3 الى اخره هون خزن الرمز الاول في سي اتش طبعه برد ياخذ الرمز الثاني بخزنه وبنطبعه وهكذا تمام اوكي طيب بدنا طيب شويه انا الماوس عندي شكلها علقت بس الثواني طيب دقيقة واحدة يا شباب اللهم صل على سيدنا محمد طيب طيب مش مشكلة هاي بستخدم الباد بدي هذول الآن بدي منكو شغلة هذا بدي أعمله كومنت الآن وبدنا نكتبه بطريقة أخرى كمان شو رأيكو نفس البرنامج بدي أستخدم الوايل بدي تحولوا لي إياه لوايل يعني هاي طريقة الطريقة الأولى تمام دكتور نعم نعم ثواني بس الرن مش مبينه الرن مش مبينه عندكم الشيرنج انتهى يعني معقوله دقيقه لا في مشكله بالسايز تبع الشاشه كانك انت كبرته صغر الشاشه عندك مش عند الدكتور لا انا عندي الشاشه طبيعيه ترى لا صغر الشاشه عنده على التليفون هو او على الكمبيوتر عنده خلاص انا عامل زوم ام سوري طيب بسيطة مش مشكلة طيب أنا الظاهر عندي المشاكل هاي ما يعني صحيح إنها واردة الماوس عندي تعطل بس مش مشكلة الآن انسوني من الماوس خلينا نيجي هون
الآن البرنامج هذا نفسه بدي أحوله لوايل. معلش خلينا نشبك الأشياء مع بعضها. لو أنه درسنا على السترينج بس لاحظوا الفور الفور الأولى قلنا فور سي اتش انسامبل سترينج ومشينا على السريع سطرين صح؟ الفور الثانية كم من سطر احتاجنا؟ احتاجنا نحسب اللين نعمل رينج أربعة ونمشي على الرينج. طيب هاي فور وهاي فور والثنتين أعطي نفس النتيجة. طيب بدنا الآن نستخدم الواي، شو رأيكو؟ يلا طيب يلا أنتو مش يلا أنا. تفضل يا ياسين. تمام دكتور. نفس الشيء حتحسب أول شيء لين وتحطه بكاونتر معين، بعدين حتستخدم كمان فايربل مختلف لحتى تبلش إنه من عند واحد. كاونتر أوف سامبل واحدة واحدة. لين سامبل CR. تمام هاي واحدة. بعدين بدنا نقول له وايل من الصفر وايل وايل من كاونتر أقل من STR سالب واحد. بدنا هون نحط لا من عند الواحد أو من الزيرو أصغر من الزيرو أقل من الكاونتر. يعني خلينا نقول كي الزيرو بدنا نتغير I equal مثلا زيرو K equal زيرو K equal زيرو وايل K أقل وايل K أصغر من الكاونتر أو يساوي أو يساوي counter. متأكد إنه أو يساوي؟ لا 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 هي من زيرو رح نبلشها. رح نبلش من زيرو لا أقل من الكاونتر لأنه الكاونتر بيمثل النمبر أوف كاركترز. وخليني أعطي اسم آخر فكرة، الاسم هذا أفضل. لو قلنا هنا نمبر أوف كاركترز ماشي، وهون يعني عدد الرموز اللي موجودة لا أقل من النمبر أوف كاركترز نمبر أوف كار مظبوط. بعدين then خلي غريك أسيل، في حدا عدا أسيل ممكن يجاوبنا؟ حازم مين معاي من الشباب؟ طب نزيد واحد للكي قبل ما بدنا نطبع الجملة هاي صح؟ هاي حكينا بدنا إياها صح ولا لا؟ بدنا نضللها وهاي كنترول سي البرنت وبدنا نقول له هون. بس قبل ما شو راح نحتاج نغير السي اتش ايكوال ايش؟ نفس الشيء سامبل مظبوط STR of K مظبوط K تمام. بعدين اطبع الجملة صح ولا لا؟ اطبع الجملة وبعدين شو بدنا نسوي؟ عدا أسيل، عداك يا أسيل شو نسوي؟ مين معاي من الشباب؟ أنا مش عارف. كاونتر بلس دقيقة دقيقة بدنا نزيد K بلس 1 أيوه K بلس إيكوال 1 إذا K equal k plus equal 1 طبعا افضل من k equal k plus 1 صح ولا لا؟ بالضبط. النتيجه لازم تطلع معانا نفس نتيجه الفور الاولى والفور الثانيه وهاي بالوايل. تمام خلينا نعمل رن لهذا البرنامج ونشوف النتيجه هل فعلا راح تطلع معنا نفس النتيجه ولا لا. هاي رن. اذا بتلاحظوا النتيجه مالها النتيجة واحدة. عفوا أنا الماوس عندي طيب مشكلتي بالماوس مشكلة صارت هيك. هاي النتيجة اللي طلعت معنا نفس النتيجة تماما. إذن ومرة ثانية هاي كمان بعمل رن للتوبي شور هاي رن وهاي ران كمان مرة قد ما تعمل ران النتيجة واحدة. إذا لاحظوا هذا البرنامج نفسه بقى كم من طريقة كتبناه؟ هاي طريقة هاي طريقة وهاي استخدام الواي طريقة. وصلت الفكرة يا شباب؟ نعم. طيب تمام نرجع لموضوع السترينج ونعمل شيرينج الكو لهاي الشاشة لشاشة اللهم صلي على سيدنا محمد
دكتور ممكن سؤال بس؟ تفضل. هسه لو عملناها عن طريق الـ عن طريق الاف. اف شو بدك تسوي بالاف؟ اذا كان السامبل سترينج يساوي سترينج برنت اللي هي رقم الكبس مثلا نسيت اسمه. يعني اذا بالشرط انه لازم يكون يساوي سترينج تايب اوف كذا سترينج برنت كذا. يعني انت بدك تشوف انه هلا هلا هالسترينج هذا شو انواع البيانات اللي بيحتويها. يعني بدي اعمل انا وياكو البرنامج التالي، بس لازم نعرف الاوردينال. يعني الارقام الواحد قلنا شو رقمه؟ 49 صح؟ 49 الاثنين شو رقمها؟ 50 50 والثلاثة 51 وهكذا. معناته الأرقام من صفر. طيب الصفر قديش الأوردينال تاعه؟ خلينا نرجع بالله للبرنامج مع بعض. 48 صح؟ 48 تمام. خلنا نعمل لكم شير مرة أخرى لشاشة ال اللهم صل على سيدنا محمد. دكتور بس سؤال، المحاضرة هاي نزل على الإيلين صح؟ رح تنزل؟ رح تنزل طبعا. أنا بخزن وبنزل مش على الإيلينينج، أنا برفع على القناة تاعتي ووديت لكم رابط القناة. على اليوتيوب. على اليوتيوب وبودي للدكتور عبد الرؤوف عشان يرفع على قناة الكلية. بقول لي خلص ما دام ترفع على قناتك فيش داعي نحط على قناة الكلية. على العموم مش مشكلة، خلينا يعني المادة العلمية موجودة على قناتي وموجودة عند دكتور عبد الرؤوف، واللي بتنقص عليه يبعث لي إيميل بودي له، ما في شيء مشكلة بالمرة، مسجل كلياته. طيب خلينا بس إن نيجي هون نقول له الأوردينال. يعني بدي أعمل شغلة أخرى عدل هاي، بدي أشوف إذا السترينج هذا بيحتوي على رقم ما بديش أطبع الكلاس تاعه، بدي أقول إنه هذا نمرك وهذا مش نمرك، يعني عددي ولا مش عددي. يعني خليني أشطب هذا اللي مكتوب هنا كول ياتو، شايفينه؟ لأن شو بدي أسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدي أمشي عليه كله، بديش إياه هاي ديليت، بس بدي أخلي السترينج. الآن بدنا نمشي بالسترينج واحدة واحدة. إذا لقى رقم يقول لي هذا رقم، إذا مش رقم يقول لي هذا مش رقم. شو رأيكو؟ ماشي دكتور. طيب. طريق الاف. أيوة. بس لاحظوا أنا الآن ما بقدر أعرف إنه رقم، لأنه الكلاس لكل إشي موجود هون شو راح يكون؟ سترينج. سترينج. فراح أتحايل عليه بالسؤال عن مين؟ مين بقول لي؟ السؤال عن الاندكس يا دكتور. ايوه يا اسيل. اسيل انت اليوم بدع دارسي مظبوط عن الاورد كان، وقلت الشغل بتسوي بتعلم التطريز يا اسيل، ما شاء الله يما مطرز البايثون تطريز اليوم ممتازه. اذا باستخدام الاوردينال. طيب بس مش انت يا اسيل، بدي واحد ثاني. اسامه عبد العزيز مش معانا انت؟ معك يا دكتور تفضل. اسامه اسيل قالت معك. بدنا عن طريق الاوردينال، وانا ماشي معها عن طريق الاوردينال. بس كيف عن طريق الاوردينال؟ يعني هاي انا بدي اقول له فور سي اتش ان سامبل اس تي ار ذن. الان بدي اقول له اف، شو رايك يا اسامه نقلني اف ايش؟ اف سامبل سترينج. دقيقه شوي. فور يعني الاعداد من صفر لتسعة، الاوردينال تاعها محصور من وين لوين؟ من حكينا كانه من 50 كذا، من 48 0 48 0 48 الواحد 49 2
50 الثلاث قديش؟ لا 59 دكتور 50 من 0 ل 59 من الصفر الصفر الاوردينال تاعه 48 48 ل 59 48 ل 59 56 لا 58 ل 57 دكتور 57 بس ل 57 57 دكتور ل 57 طيب الان انا حسبت العشره نسيت طيب اذا بدي اقول له اف الاوردينال الاوردينال للسي اتش ها اف اوردينال للسي اتش أقل أو تساوي إذا الأوردينال إذا الأوردينال للسي إتش أو خلينا شو كانت الرينج أحسن مثلا إذا كانت من الرينج إنه 48 لسبعة وخمسين إف بديك تقولي إف أوردينال أوف سي إتش إن رينج هيك إن رينج هيك دكتور اف اوردينال سي اتش 48 الرينج من 48 الى 58 58 مزبوط ذن بس دكتور حط هيك مزبوط برنت نمرك نمرك يعني عددي إلز طبعا هون بدي بدي اطبع السي اتش بدي أطبع السي اتش السي اتش فاصلة سلاش تاب معاين تو معاك نومريك طبعا هاي غلط الآن بدي أرجع هون مقابل الإف بدي أحط إلس إلس نفس الجملة بدي أكررها تمام هاي إن كنترول سي كنترول في وبدي اقول له هون نون نومريك نون نومريك اوكي غير عددي شو رايك وهيك البرنامج صحيح نعم طيب طبعا هون اللي حكته اسيل صحيح انه اذا اف اوردينال للسي اتش ان رينج من 48 ل 58 اطبع نومريك والا اطبعنا النومريك يعني الان الواحد والاثنين والثلاثه والاثنين والخمسه شو راح يطبع قدامهن نومريك نومريك الباقي شو راح يطبع نان نومريك خلينا نشوف خلينا نشوف دكتور دقيقه بس واحد يا رمزي رمزي خلينا نمشي معهن واحد واحد هاي الواحد شو طبع نومريك 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 مشي على الباقيات كلهن شو طبع نون نومريك نون نومريك اجى عند اثنين نومريك اجى عند الفاصلة نون نومريك اجى عند الخمسة نومريك ها اذا قدرت اميز الاعداد من غير الاعداد بقدر اميزهن مزبوط ولا لا وبقدر احولهن بقدر احولهن لانتجر واحطهن بسترينج ثاني يعني اخذ الارقام لوحدهن الموجودات واحطهن بسترينج ثاني دكتور تقدر كيف ممكن تحت الاف دكتور نحط العمليات داخل الاف ايوه داخل الاف بس بدي اعمل سترينج فارغ منعرف سترينج فارغ ايوه نيو اس تي ار ايكوال هذا السترينج الفارغ يعني ما فيهوش ولا شيء لغايه الان باجي بقول هون تمام اذا نمرك نيو اس تي ار بلس ايكوال سي اتش صح سي اتش بس البلس هون شو تعني دمج كونكاتينيشن كونكاتينيشن بعد ما كمل بعد ما كمل بدي اطبع السترينج كلياته اللي هو مين النيو سترينج برنت النيو اس تي ار وخلينا نعمل رن شو طبع لي مزبوط 1 2 3 5 كونكاتينيشن عباهم بالسترينج الجديد وصلت الفكره يا شباب
دكتور بس هو علم هو علمي انه في ميثود يا شو اسمك انت خلدون بعدنا ما وصلنا الميثود دكتور بعد اوكي حبه حبه لانه اذا دفشنا الامور كلياتها ففي ميثود بتعدلنا وميثود في ميثودز كثيره بس انا الان مشكلتي ليش الزوم صاير كانه اونلي هالف اور ولا يعني مش مزبوط اعطاني نفس الرساله علما بيني دكتور بعمل سيف للفيديو لا انا ما عمل سيف هي ما عمل سيف عندي اوكي المشكله مش بالسيفنج المشكله بال الميتنج انا عامله من 6:30 ل 9 يعني انا بدي امد معاكم ونجلس يعني جلسه طويله بس ليش كل نص ساعه تقريبا بس على العموم مش اشكالي طيب احنا ممكن نعمل بارت 3 وبدي اشوف المشكله هاي ليش شو سببها بس خليني اعمل لكم شيء دكتور هسه هون السؤال بس تفضل بس لو انا عملت برنت للتايب بدون ما احط خلص اف الاورد للكاركتر واعطيت الرينج لو حطيت انا برنت تايب اوف كذا راح يعطيني عند الارقام انتجر وعند الاحرف سترينج مزبوط هيك او راح يعطيني مثلا انه لو حطيت انا برنت تايب للكاركتر إلس اطبع string مثلا لا لو حطينا هنا print type للسي اتش راح يعطينا اياه يا مين ما عارف راح يعطي string الدكتور راح يعطي أسامة يا ما يا اسامه راح يعطي string لكن احنا شو اللي تحايلنا عليه انه سالنا عن الاوردينال للكاركتر لانه كل مجموعه من الكاركترز الهن رق أرقام بجدول الأسكي محصورات ضمن رينج فالأرقام من 0 إلى 9 محصوران ضمن هذا الرينج تمام فإذا لقى رقم رح يعطيني إنه رقم أوكي نومريك بس النومريك بالنهاية كله انتجر يعني ما في رقم يعطيني فلوت يعني 2.5 ما تعرف عليها 2.5 شو تعرف عليها 2 لحالها البوينت لحالها والفايف لحالها وصلتك الفكرة وضحت يا دكتور على بركة الله طيب احنا بدنا نضطر ننهي مش عارف اجدد السيشن ولا كيف ولا بتقدروا تستوعبوا لو ها اللي بريحك لا اللي بريح كنتوا والله بدكتور السلام عليكم يكفي دكتور اليوم يكفي نعمل سيشن دكتور والله بدنا عشان نفهم عشان لحق اللي راح علينا نراجعه ونستوعب معاك اللي جاي طيب ما عشان نراجع المحاضرة الماضية كمان طيب ما فيش مشكلة على رأسي من فوق يعني هاي اهتموا لي بالبرامج اللي أنا بشرحها دكتور. اهتموا لي بالبرامج اللي أنا بشرحها لأنه بجوز مش موجودة بالسلايدات الأمثلة بعض الأحيان يعني بتيجي الأفكار هاي بجوز ما تكون مكتوبة بالسلايدات زي ما بتكون فأرجو أنك أنت تهتم فيها وتفهمها بالإضافة لقراءتك السلايدات السلايدات موجودة عندكم إذا مش موجودة برفعها اوكي عندنا بس دكتور رفعنا التوتوريال دكتور هذا برفعه كلياته على اليوتيوب الان بارت 1 وبارت 2 برفعهن لكم على لا مش فيديوهات دكتور هسه اكزامبل يعني ارفع التوتوريال زي ما رفعت زمان ارفع بدكم توتوريال عن السترينجز عن الوايل لوب عن سترينجز والوايل لوب والفور لوب الاشياء هذول خلص اتس اوكي okay. ابشروا ما فيش مشكله تكسر بالسهل الله يسعدك دكتور الله يسعدك دكتور الله يعطيك العافية والله بلاغ معنا دكتور لا شو غلبة يا رجل هذا واجب يلا يعطيك العافية والله يحميك إن شاء الله ديروا الله يعافي الله يعافيك دكتور وين الصريح معنا أي الصريح معك شخصيا بالله عليك لا ظلكيش تنط بشوارع الصريح هذاك اليوم شفتك والله بعدين سمعت اللي كسر السيارة هو أنت ابشر بعزك طيب الله يعطيك العافية لا يا زلمة الله يعافيك والله دكتور يلا يعطيك العافية ونلتقي إن شاء الله الله يعافيك دكتور